السلام عليكم. هذا الفيديو يتضمن الجزء الثاني من المحاضرة الأولى في موضوع الشير سترينث في التربة. تحدثنا في المحاضرة الفاتت أو الجزء الأول من هذه المحاضرة عن معادلة موهر كولومب واللي ضمنت التاو أوت فيلير تساوي الكوهيجين زائدا النورمال ستريس مضروبا في تانجنت زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة. الآن نحاول أن نرسم هذه المعادلة. هذه المعادلة إذا نلاحظ إذا نريد نرسمها فراح تكون عبارة عن خط مستقيم. هذا الخط المستقيم راح يكون مائل بالزاوية. لاحظ هذه المعادلة إذا رسمناها راح تكون بهذا الشكل. طيب هذا المحور يمثل لي الشير ستريس التاو، وهذا المحور يمثل لي الافكتيف نورمال ستريس. هذه قيمة السي، وهذا ميل الخط المستقيم اللي هو ميل المعادلة وقيمة زاوية فاي. عندما نجري فحص ولنختار مثلا قيمة النورمال ستريس السيجما 100 كيلو نيوتن، هذه 100 كيلو نيوتن وهذا هو سطح الفشل مثل ما اتفقنا. هذه 100 كيلو نيوتن راح تسبب لي عند الفشل 100 كيلو نيوتن قيمة معينة للسي ولزاوية الاحتكاك. أجري الفحص على نفس التربة اللي هي السي نفسها والفاي نفسها، لكن المطلوب أن أحصل على نقطة أخرى. حتى أحصل على نقطة أخرى راح أقوم بزيادة النورمال ستريس. عندما أزيد قيمة النورمال ستريس في المعادلة السي ثابتة الفاي ثابتة راح أحصل قيمة أخرى للشير ستريس. فحص آخر أزيد قيمة النورمال ستريس بنفس السي ونفس الفاي راح أحصل على قيمة أخرى، ومن خلالها بإمكاني أن أرسم هذا الخط المستقيم. إذا نلاحظ المحاور لهذا الشكل، هذه هي نفس محاور دائرة مور، نفس محاور دائرة مور. هذا الخط المستقيم أطلقنا عليه الفيلير انفلوب، مغلف الإجهاد. أي بما معناه هذه التربة اللي تمتلك قيمة معينة للسي وتمتلك قيمة معينة للفاي، قبل الفشل ممكن أن أسلط إجهاد قص مقداره هذا موقع نقطة أي، فهنا التربة تكون عندي ما فاشلة. عند الفشل ستقع النقطة على نقطة B ومستحيل أن تقع في نقطة C لأنه هذا الخط يمثل أقصى شير سترينث تتحمل التربة. هذا المنحني لو كانت التربة رملية أي قيمة C مساوية إلى الصفر فراح يكون عندي بهذا الشكل، قيمة C مساوية إلى الصفر و عندي زاوية الاحتكاك. طبعا احنا دائما نرسم باتجاه الافكتيف ستريس، وعندما تكون التربة جافة تكون قيمة الافكتيف ستريس مساوية للتوتال ستريس، وايضا تكون قيمة الفاي هي نفسها. هذه الحالة عندما تكون عندي التربة رملية وقيمة السي مساوية للصفر. اما اذا كانت عندي التربة طينية واجريت فحص اندرين اي لم اسمح للماء بالخروج اثناء تسليط الاجهاد، فهذا راح يمنع الحركة ما بين الجزيئات، اي ان قيمة الاحتكاك ستساوي الى الصفر، وبالتالي سيكون الخط مستقيم موازي الى الافكتيف نورمال ستريس، وهذه تحدث عندنا في التربة الطينية. ناخذ امثلة
على المعادلة السابقة. المثال الأول: What is the shearing strength of soil along a horizontal plane at depth of 4 meter in a deposit of sand having the following properties؟ اتفقنا؟ فهم السؤال 80% من الجواب. المطلوب الشير سترينث، المطلوب التاو of soil horizontal plane، نعطيني مستوى الفشل، at depth 4 متر، عمق هذا النموذج 4 متر، ونوع التربة هو ساند، إذن السي تساوي صفر. نعطيني زاوية الاحتكاك الداخلي 35 درجة، الدراي يونت ويت 17 كيلو نيوتن على المتر المكعب، والسبيسيفيك جرافيتي 2.0. أزيوم the groundwater table is at depth of 2.5 meter from the ground surface. Also find the change in shear strength when the water table rises to the surface. قبل ما نحل هذا السؤال راح نلاحظ رسم بروفايل لهذا الشكل. لاحظ الشكل، هذا الشكل عمق النموذج 4 متر، ويعتبر الإجهادات المسلطة نتيجة لوزن التربة جيوستاتيك هي principal stress، فإذا سيكون هذا هو سطح الفشل، فإذا الإجهادات ستكون عمودية. أيضا يطلب من عندنا إيجاد الشير سترينث لحالتين. الحالة الأولى عندما يكون منسوب المياه الجوفية أو مستوى المياه الجوفي على عمق 2.5 متر من سطح الأرض، والحالة الثانية عندما تكون مستوى المياه الجوفية مع سطح الأرض. الغاية حتى نقارن ما بين هذه النتائج. طبعا احنا نحسب قيمة الإفكتيف ستريس. بالحالة الأولى راح تكون عندي هذه التربة دراي وهذه التربة فولي ساتوريتد، لكن بالحالة الثانية ستكون كل التربة فوق العنصر هي فولي ساتوريتد. إذا أجد الفيرتيكال إفكتيف ستريس مثل ما اتفقنا. الفيرتيكال إفكتيف ستريس هي قيمة 2.5 في الجاما دراي زائدا 1.5 في الجاما بايوند، أو ممكن أن أستخرج الجاما توتال وأطرحها من الجاما دبليو، لأنه الجاما بايوند هي جاما توتال أو جاما ساتوريتد، ماكو فرق، مطروح منها الجاما واتر. اللي عندي الجاما دي، واللي أيضا أني بالسؤال معطى الجي اس السبيسيفيك جرافيتي باستخدام هذه المعادلات اللي أخذناها في الفصل الثالث والثاني. راح أستخرج قيمة الفويد ريشيو من هذه المعادلة، وبقيمة الفويد ريشيو راح بالإمكان أن أستخرج الجاما بايون اللي راح يساوي 10.7 كيلو نيوتن على المتر المكعب. لاحظ قيمتها قليلة طبعا، ليش؟ لأنه هي جاما ساتوريتد ناقصا جاما ووتر، والجاما ووتر هو 9.81 كيلو نيوتن على المتر المربع. إذا مقدار الإجهاد العمودي على عمق 2.5 متر، هذا الجزء هو جاف، وأضيف للواحد ونص متر اللي هو كما لاحظنا في الشكل، هو هذا الجزء 1.5 متر، 4 ناقص 2.5 1.5 متر، هذا يمثل لي الجزء ساتوريتد، فيضرب في 10.7 يكون قيمة النورمال ستريس 58.55 كيلو نيوتن على المتر المربع. التربة ساند، إذا قيمة السي تساوي صفر، تطبيق مباشر للمعادلة، معطى قيمة الفاي 35، فتكون النتيجة عندي 41 كيلو نيوتن على المتر المربع. قيمة الشير سترينث لهذه التربة على عمق عندما تكون المياه الجوفية بعمق 2.5. أما إذا كانت المياه الجوفية على سطح الأرض، فكل التربة ستعتبر هي fully saturated، أنه 10.75 راح تضرب في قيمة عمق التربة اللي هو 4 متر، وراح تكون عندي النتيجة 42.8 كيلو نيوتن على المتر المربع. وبالتالي سيكون فرق الإجهاد ما بين الحالتين هو 58.855
ناقصا 42.8 وتكون قيمته مساوية إلى 15.75 كيلو نيوتن على المتر المربع. هذا الفرق سيضرب في التانجنت فاي حتى استخرج قيمة الفرق بالشير سترينك أو شير ستريس حسب ما يطلب هو بالسؤال، وتكون قيمة هذا الفرق هو 11 كيلو نيوتن على المتر المربع. لاحظ أنه قيمة التاو انخفضت بمقدار 11 كيلو نيوتن على المتر المربع عندما ارتفعت المياه الجوفية من عمق 2.5 متر إلى سطح التربة. هذا معناها وجود الماء أيضا سيقلل قيمة التاو الشير ستريس للتربة. نأتي الآن إلى نقطة مهمة، ألا وهي مثل ما تحدثنا احنا رسمنا هذا الخط باستخدام ثلاث فحوصات، من خلال ثلاث فحوصات صار عندي ثلاث نقاط ومديت خط. الآن راح نحاول أن نسوي أن أربط دائرة مور مع هذه الإجهادات، مع هذه الإجهادات. على هذا الخط راح أرسم دائرة مور من نقطة الفشل، نقطة دي أكملت فحص واختاريت نقطة دي، أجريت ثلاث فحوصات حصلت نتيجة في هذه النقطة وحصلت نتيجة في هذه النقطة وحصلت نتيجة في هذه النقطة. اختاريت نقطة دي ورسمت دائرة مور بحيث تكون مماس لهذه النقطة، مماس لهذا الخط في هذه النقطة. إذن حالة الفشل، حالة الفشل اللي هو هذا سطح الفشل والإجهادات هي عمودية عليه، حالة الفشل قدرت أن أمثلها بدائرة مور. أي راح استخرج سيجما 1 وسيجما 3 إفكتيف، سيجما 1 وسيجما 3 إفكتيف نسميها برينسيبل ستريس. طيب احنا المعادلة لا تعطي سيجما 1، ما تنطينا البرينسيبل ستريس، ولهذا اسمها سيجما نورمال. لكن ممكن أن أحصل على سيجما 1 وسيجما 3 برينسيبل. بين قوسين الكلام المعكوس صحيح، لو كان عندي سيجما 1 برينسيبل وسيجما 3 برينسيبل وأرسم دائرة مور، الخط الفشل معلوم، ممكن أن أستخرج النورمال ستريس اللي بالإمكان أن أسلطه على هذا العنصر لكي يفشل. من هذا الشرح راح أحاول أن أجد علاقة ما بين دائرة مور وسطح الفشل. راح نأخذ الزاوية بهذا الشكل اللي هي BAD اللي تساوي 2 ثيتا، اللي تساوي 2 ثيتا واللي تساوي 90 زائد فاي إفكتيف. الثيتا هذه معادلة جديدة نحفظها، هي تساوي 45 زائد فاي على 2. ثيتا راح نكتشف بعدين هي زاوية الفشل، زاوية الفشل. إذن زاوية الفشل لها علاقة بقيمة الاحتكاك الداخلي للتربة. طيب سؤال، قد ما تكون عندي التربة طينية وزاوية الفشل صفر، فإذا زاوية الاحتكاك الداخلي صفر، والعكس صحيح، قد ما تكون التربة طينية زاوية الاحتكاك الداخلي صفر، قد ما تكون حالة التحميل هي حالة أندرين، وبالتالي تكون زاوية الفشل صفر، وبالتالي يكون مستوى الفشل هو أفقي موازي لمحور الإجهادات. أيدي الخط أيدي إذا قسمه على الاف اي ينطيني ساين الزاوية، وقيمة الاف اي تساوي اف او زائد او اي وتساوي سي كوتان فاي زائد سيجما 1 ناقصا سيجما 3 على 2. أيضا أدي الاي دي يساوي سيجما 1 زائد سيجما 3 على 2، كمان لاحظ بالشكل بتعويض هذه المعادلتين راح أتوصل إلى قيمة ساين فاي تساوي سيجما 1 ماينس سيجما 3 على 2 سي الكوهيجن. طبعا كل المتغيرات دا أدرسها بالإفكتيف
اذا كانت التربه جافه كلها راح تصير توتال، لانه التوتال يساوي الافكتيف كوتانجنت فاي افكتيف زائد سيجما 1 زائد سيجما 3 افكتيف على 2. ممكن ان اعيد كتابه المعادله بهذه الصيغه. هذه المعادله جدا مهمه، تربط قيم السي الكوهيجن وقيم الفاي مع البرنسيبل ستريسس، مع البرنسيبل ستريسس. عندما ينطيني البرنسيبل ستريسس او النقطه الاهم عندما يكون الفحص يعطي نتائج البرنسيبل ستريس، انا ماكو داعي اخذ النماذج النتيجه واروح على دائره مور واسقط وادور وزاويه الفشل وايش قد ادور، لا، بمجرد ما انا اطبق هذه المعادله راح استخرج قيمه الفاي والسي. ولا ما ننسى انه قيمه الفاي والسي اوجدناها عندما كان الاجهاد العمودي على عمودي على مستوى الفشل. طبعا عندنا 1 زائد سان فاي على 1 ناقص سان فاي يساوي تانجنت سكوير 45 زائد فاي على 2، والكوساين فاي يساوي لي كوساين فاي على 1 ناقص ساين يساوي تانجنت 45 زائد فاي على 2. وبالتالي ممكن ان ابسط المعادله بهذه الصيغه في سبيل ان استخرج قيمه الفاي والسي من خلال الاجهادات الرئيسيه. الاجهادات الرئيسيه هي ليست اجهادات عموديه على مستوى الفشل، ولكن من خلالها ممكن ان استخرج قيمه السي والفاي باستخدام دائره مور، دورت العنصر وخليت الاجهادات، الاجهاد الفشل هو عمودي على مستوى الفشل، وتوصلت الى قيمه الفاي والسي. اذا كان عندنا حاله توتال ستريس، عندما تكون عندي القيمه سيجما اليو تساوي صفر، فممكن ان تكتب المعادله بهذا الشكل. ناتي الان الى الفحوصات المختبريه اللي من خلالها بالامكان ان نستخرج هذه البارامترز. هذه البارامترز اللي هي نسميها شير سترينث بارامترز، اللي هي سي والفاي، هذه لا تحسب، ماكو معادله تحسبها، انما نستخرجها من الفحص. مثل حاله حال الكوفيشن اوف بيرميابيلتي، كوفيشن اوف بيرميابيلتي ما عندي معادله اطبقها واطلع الكوفيشن اوف بيرميابيلتي، اذهب الى المختبر واستخرج قيمه. حالها ايضا مثل ما استخرج الليكويد ليميت، البلاستيك ليميت، وغيرها من المتغيرات الاخرى اللي تخص التربه واللي نوجدها من المختبر. طبعا عندنا عده فحوصات حتى نستخرج قيمه السي والفاي، مثل دايركت شير تيست، ترايكسيال تيست، دايركت سمبل شير تيست، بلين سترين ترايكسيال تيست، تورشنال رينج شير ستريس. وعندنا ايضا فحوصات بالموقعيه، مو بالمختبر انما بالموقع نجريها، مثل فين شير تيست او اني اذر دايركت ميثود. طرق هوايه وكثيرا نجد. ما يهمنا خلال هذا الفصل هو الفحصين الدايركت شير تيست والترايكسيال تيست، هذين الفحصين مهمين بالنسبة لنا. حتى نيجي نفهم هذه الفحوصات نلاحظ هذا الشكل. هذا الشكل في سنة من السنوات كان عبارة عن أحد أسئلة الامتحانات. ارسم الإجهادات والتشوه في مختلف فحوصات الشير سترينج. لاحظ أنه إحنا أكو عندنا حالة نسميها ايزوتروبيك كومبريشن. ايزوتروبيك كومبريشن، حاله الايزوتروبيك كومبريشن تكون عندي كل الاجهادات على العنصر متساويه، يعني سيجما 1 يساوي سيجما 3. هذه الحاله من اسلط هذه الاجهادات راح يكون عندي التشوه بهذه الصيغه، راح يقل، راح يصغر عندي العنصر بشكل متساوي في كل الاتجاهات. هذه العلاقة ما بين P و Q راح ناخذها في نهاية الفصل، وهذه العلاقة نسميها ستريس باث، مسار الإجهاد. طيب شنو الغاية من هذا الفحص؟ شنو الغاية من هذا الفحص؟ خلي ركز شوي. طلعت إلى الموقع، مطلوب من عندي أن أجد البيرنج كاباسيتي على عمق 3 متر. حتى أجد البيرنج كاباسيتي أحتاج الشير سترينث باراميترز، التا السي والفاي. حفرت التربه على عمق المطلوب، استخرجت النموذج. الان السؤال،
قبل ما أحفر كان هناك وزن على النموذج، أي كان هناك جهد على النموذج. قيمة هذا الإجهاد كم؟ هو قيمة وزن التربة اللي فوق. استخرجت النموذج أصبح الوزن صفر، أصبح الإجهادات صفر. قبل ما أجري فحص الشير سترينغ يجب أن أعيد هذه الإجهادات إلى التربة. يجب أن أعيد هذه الإجهادات إلى التربة قبل ما أجري الفحص. ولهذا في كل فحص من فحوص الشير سترينغ، طبعا هذا نقصد ميلي ترايكسيال، نلاحظ أنه إحنا نسلط ايزوتروبيك كومبريشن حتى نعيد الإجهادات إلى التربة. الفحص الثاني نسميه الكونفاين كومبريشن أو الأودوميتر. هذا طبعا الفحص يفيدنا في فحص الانضمام، وأيضا ممكن أن نستخرج منه نظرية أخرى للفشل، هذه ما مطلوبة عندنا خلال هذه المرحلة. لاحظ هذا النموذج لا يفشل، ما هو السبب؟ لأنه فقط مسلط عليه ضغط، واتفقنا أن التربة لا تفشل بالضغط. شكل التشوه راح يكون هذا شكل التشوه، هو يحدث عند التشوه من الأعلى وتشوه من الأسفل. الفحص المهم هو الترايكسيال كومبريشن. لاحظ هذا الفحص تكون من جزئين، الجزء الأول أسلط إجهادات متساوية، لماذا؟ لكي أعيد الإجهادات الحقيقية التي كانت على النموذج. طيب إذا أخذت النموذج من سطح الأرض، لا قيمة سي هنا سيجما سي يساوي صفر، ما كنت داعي لأنه هو أصلا ما مسلط، لكن ما أخذه من أي عمق يجب أن أسلط الايزوتروبيك كومبريشن. بعدها أسلط الإجهادات المطلوبة، المطلوب أنه أنفذ منشأ، هذا المنشأ راح يسلط إجهادات على التربة مقدارها 100 كيلو نيوتن على المتر المربع. هل التربة ستتحمل أم لا؟ أستخرج النموذج، الأساس سيكون على عمق 3 متر، أستخرج التربة من على عمق 3 متر، أذهب إلى المختبر أحسب الإجهادات على عمق 3 متر كم، اللي هي عبارة عن كثافة التربة في العمق، هل هي ساتشوريتد مستوى ما، أسلط هذه الإجهادات من جميع الاتجاهات، ثم أبدأ بالتدريج تسليط قيمة 100 كيلو نيوتن وأشوف النموذج عندي سيفشل أم لا، أو ممكن أنه ما راح يفشل بالمية، جزء يفشل بالمئتين، وبالتالي بالإمكان هذه من تصير عندي هذه الحالة ممكن أنه أزيد عدد طوابق المنشأ أو أقلل بمساحة الأساس. شكل التشوه راح يكون بهذا الشكل. لاحظ الفرق ما بين هذا الفحص اللي هو الترايكسيال كومبريشن وفحص الدايركت شير، الفرق بينهما مستوى الفشل. لاحظ مستوى الفشل يتحدد عند الفشل، قد يكون مائل بهذه الزاوية، قد يكون مائل بهذه الزاوية، بأي زاوية قد يكون مائل. لماذا؟ لأنه هذه الإجهادات هي principal stress، المطلوب من عندنا حتى نطبق المعادلة نستخرج الإجهاد العمودي، العمودي على مستوى الفشل. كيف نستخرج؟ نرجع على هذه المعادلة اللي أخذناها قبل قليل، واللي من عندها عندي قيمة السيجما 1 وعندي قيمة السيجما 3 راح أقدر أستخرج قيمة الفاي والسي. طبعا أحتاج فحصين أو 3 فحوصات حتى أستخرج مثل ما تحدثنا في بداية هذا الجزء. التشوه راح يكون بهذا الشكل. أتي الآن إلى فحص الدايركت شير. فحص الدايركت شير هو عبارة عن صندوق، هسه راح ندخل فيه تفاصيله، وأيضا ترايكسيل ندخل فيه تفاصيله، فقط هذا ينطينا مثال على طريقة تسليط الأحمال والتشوه. أضع نموذج في الجهاز اللي هو هذا نموذج التربة، راح يكون مكعب أو أبعاد تكون 6 في 6 وسمك 2.5 سنتيم أو يكون عندي أكبر. أسلط نورمال ستريس. ليش أسلط نورمال ستريس؟ لأنه كان النموذج على عمق كذا، وهذا العمق كان بي جيوستاتيك ستريس. ثم أسلط قوى قص. ماذا سيحدث؟ سيفشل النموذج. من يفشل النموذج أنا حددت سطح الفشل، أنا حدد، إذن هذا سطح الفشل، إذن القوة المسلطة هي N، إذن من أجري فحص الدايركت شير ما أحتاج هذه المعادلة، ممكن أن أطبق المعادلة للشير سترينغ مباشرة.
طبعا راح يكون عندي شكل الفشل بهذا الشكل. طيب سؤال في نهاية هذه المحاضرة، لماذا نحن لدينا هذه الفحوصات ولماذا نحن عندنا فحوصات بعد أكثر؟ الغاية لأنه تتصرف التربة بشكل مختلف عندما أنفذ منشأ بناية، ستختلف عما أنفذ جدار ساند، ستختلف عما أنفذ إمباكمنت، ستختلف عما أنفذ حفرة. أي سلوك من العلاقة ما بين السترس والسترين، عندما تختلف العلاقة ما بين السترس والسترين، ما هي العلاقة ما بين السترس والسترين؟ هي زيادة بالانفعال مع زيادة الإجهاد إلى أن أصل إلى نقطة الفشل، وبالتالي ستختلف العلاقة بكل نوع منشأ. هذا يخليني ألجأ أن أختار الفحص ما لنوع ما من الفحوصات لكي أستخرج قيمة الشيستيرين بشكل صحيح. أنهي الجزء الثاني من المحاضرة مع هذه الفحوصات المختبرية.